تعد الطرقات من المشاريع المهمة في محافظة المهرة، لأنها تربط المحافظة ببقية محافظات الجمهورية وتربط القرى بعضها ببعض. نحن في قناة سهيل نسلط الضوء في هذا الاستطلاع عن الطرقات في محافظة المهرة، فتابعونا. والله نرى هذا الموضوع يجب على الدولة يعني أن تكون في عند تضع أهمية لهذه الطرقات، خاصة في البيارات المكشوفة في السوق وكذلك في الجاهي. ترى أن في بعض البيارات مكشوفة وكذلك المطبات في بعض الطرق، طريق خطير على المواطنين، والسواقين يسوقوا بسرعة، فيجب أن تضع المطبات كي تقلل من سرعة السائق. والله الخطوط الداخلية بدأت الآن لا بأس، في تحسن. أما الخطوط الخارجية تحسن، أنها خطوط ضعيفة، يعني في تقطعات، في من تضررت من السيول، في نجيب على الدولة تمهيد هذه الطرق. والله الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. طيب أنت شايف الحياة في القيرن أصبحت الشوارع جيدة جدا ومسافرتها بطريقة حضارية وكويسة مقارنة بالسابق، فهذا وكانها في وقت قصير جدا عليه. زمان كانت قبل فترة بسيطة كانت الطرقات يعني حجار وتراب وكذا، ولكن الآن سهلت كثير من مستخدمي الطريق، فنشكر كل من قام على هذا العمل. طيب إن شاء الله. والله الطرقات تحتاج إلى صيانة، والطرقات يعني شيء عنصر أساسي في البنية التحتية، خاصة يعني محافظة المهرة بعيد المحافظات، يعني المحافظة الشرقية تعتبر بالنسبة لليمن كامل فهي محافظة أساسية رئيسية خاصة حاليا في الفترة الحالية، وتحتاج إلى طرقات، طريق الطرق الداخلية والطرق الأخرى اللي تربط بالمحافظات الثانية. يعني الحين الطريق هذه اللي هم يقولوا بيفتحونها قريب، طريق الغيضة تريم، فهذا طريق صراحة شريان رئيسي، فهذا لا تم افتتاح هذه الطريق، فبيكون يعني بتسهل كثير، يعني من بتذل كثير من الصعوبات بالنسبة للمهرة وأبناء المحافظات الثانية، اللي بتقرب المسافة من الغيضة إلى المحافظات الثانية، خاصة محافظة حضرموت والمحافظات الشمالية مأرب وصنعاء وشبوة. الحركة التجارية أقول لك تنتعش أيضا، والحركة التجارية وضمنا نفسي الحركة التجارية المركبات الكبيرة، يعني لأن المركبات تواجه صعوبة في الطرقات هذه اللي الخط الساحلي، لأن في عقاب وفي أنفاق وفيها كذا، فهي تلاقي كثير من الصعوبات. برضو هذه الطريق إن شاء الله إذا إن شاء الله تم ربطها وسفلتتها، فما بتكون فيها عقبات وبتكون فيها ما بتكون بتكون طريق مسهلة إن شاء الله. طبعا بالمقارنة للسابق الآن الحمد لله الطريق موجود والطريق سهل، سهلت الأنفاق ما شاء الله، وجزاهم الله خير صراحة من سعى في هذا ومن عمل هذا، ولكن في هناك بعض الأشياء تحتاج إلى تصليح، في بعض تقاطيع من جراء السيول وتحتاج إلى صيانات وتحتاج إلى جهود إن شاء الله تتغلب عليها الجهات المسؤولة عن الطرقات وعن المحافظة بشكل عام. والله إلى الفترة الحالية يعني في تحسن يعني في طرقات المهرة، ونشكر المحافظ الشيخ راجح في تحسين أكثر وأكثر يعني في طرقات في بعض الخطوط تبغى تحسين، يعني من توسعة من زي خط محيفيف خط الخرجة ده، بعض الخطوط بغت توسع عادهم، ما باقي الخطوط الداخلية وده ما قصروا صراحة. ربما تكون الطرقات كيف تشوف الطريق؟ والله أولا في الحقيقة يعني بداية قبل الكلام نشكركم على هذا اللقاء. حقيقة المهرة بتتغير يعني عن ما كانت في السابق. في السابق طبعا كنا نعاني في الطرقات كثير جدا، كانت الطرقات بالذات داخل المحافظة يمكن كانت من خارج بتربطنا بالمحافظات الأخرى كثير جدا، يعني لا بأس بها كانت، لكن كانت داخليا كان الناس كلهم يعانوا طبعا من الطريق الداخلية، كان هناك تكسرات، كان هناك تشققات، كان هناك أيضا طرق غير معبدة. الآن في تغير
كبير في الطرقات سواء داخل المحافظة أو خارج المحافظة، فبدأت المحافظة تتغير من ناحية الطرقات إلى شكل أكبر. إنما هناك في خلل بسيط معناته من الناحية بسيطة جدا، وهي مثلا أن بعض المداخل حق الطرقات هناك مثلا بعض الأحيان تجد تشققات لا تربط الطريق بالطريق الآخر. أيضا مثلا بعض الناس قد يعمل له مثلا مطبات عشوائية من دون منظمة، مثلا أنها مطبات يقوموا بوضعها أطفال أو ناس آخرين أو كذا، مما تؤثر على الطرقات. أيضا هناك بعض الأحيان يعبدوا طريق ويكون طريق ممتاز فيبدأوا بعدين يفعلوا لها تشققات وحفريات مما يؤثر أيضا على سير الطرقات. نحن طرقنا الآن في نفس المحافظة من يوم أتانا المحافظ راجح أجاب، حتى مسمينه راجح الخير، وبإذن الله يكون راجح الخير. نحن من يوم أتتنا التحالف والرئيس زارنا أجانا الخير، برغم ذلك أنه كنا خيرنا فايت قطاف منا تقريبا زود على 20 سنة، ولكن نتمنى الخير يزيد. والحين حين ما زارنا رئيس الجمهورية ومن ثم المحافظ هم اللي مدوا لنا المشاريع وبطريقة سلمان، ونتمنى كل خير كل خير بالمزيد. برغم ذلك أننا نحن من أبناء المحافظة شوارعنا الصغيرة هذه ما نتكلم عنها وسهلة، لكن الحين ما عاد بدت صغيرة بدت واسعة، والحمد لله بفضل الله ثم بفضل التحالف واللي معاهم والشرعية، وندور المزيد إن شاء الله بإذن الله. ونتمنى الأمن والاستقرار، وبدأ الأمن يتنشط في تحسنات الحمد لله. حياك الله. والله صراحة الطريقة طيبة مقارنة بالفترات السابقة قبل أن يفتح الخط الجديد هذا الأسفلت اللي ربط مديرية سيحوت بالعاصمة الغيضة، خاصة لما عملوا الأنفاق، هذا شيء طيب. كانت الطريق شاقة ومتعبة وطويلة، أما الآن السفر أصبح سهل. وبالنسبة للطريق صراحة طريق طيب، مرة يعني ماشي عوايق كثيرة، في عوايق بسيطة لكنها جاري العمل فيها يعني في الوقت الراهن، وجارين والعمل مستمر في أي يعني في أي يعني كسور أو أيوة أو أي تقاطيع حصلت من بعد السيول ومن بعد الأمطار. صراحة السلطة المحلية بالمحافظة يعني ما شاء الله متجاوبين ودائما عاملين يعني تصليح دائما يعني مستمرين في أيوة، الله يعينهم ويصلح حال البلاد والعباد. الطرقات الحمد لله بدأت تتكمل. أنت من وين؟ أنا من مدينة ضبوط. طيب خط ضبوط ما بين ضبوط إلى الغيضة يطلق عليه خط المود، إيش المطلوب بالضبط؟ والله مطلوب يوسعوا فيه من الغيضة للمقوات بس، وعندنا تخرج الخط وسيع. المرحوم علي محمد خودم موسع لنا الخط ما قصر الله يرحمه، والآن الجماعة هؤلاء جو ويزيدوا خير فوق خير. هذه هي آراء المواطنين في محافظة المهرة عن الطرقات وأهميتها، يأملون من الجهات المعنية والسلطة الاهتمام بتلك المشاريع لتسهيل الحركة بين المحافظة والمحافظات الأخرى. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية المهرة.